السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جايب لكم ساعة من الماركات اللي انا بحبها قوي. يعني يعتبر الماركة دي انا اشتريت يعتبر اغلبية الساعات اللي بتبقى موجودة فيها، ماركة تيسو او تيسوت او تيسوت. الناس بتقول اسامي غريبة بس انا اسمها تيسو او تيسو. تمام. الساعة دي يا جماعة غطس 200 متر، حتى مكتوبة اهي 200 متر او 660 فيت، 660 قدم. الساعة دي للغواصين، للغواصين عشان فيها اللي هو ده البيزل المتحرك ده اللي هو ده، وده هبقول لكم ايه فايدته في فيديوهات جاية ان شاء الله. الساعة دي كرونوجراف ستوب ووتش كوارتز، بتشتغل كوارتز يعني او كورتز، كورتز يعني بتشتغل بالبطارية، كورتز او كوارتز بتشتغل بالبطارية. اوتوماتيك او ملوى بتشتغل بحاجات تانية، لكن كورتز او كوارتز لما تلاقي ساعة مثلا مكتوب عليها كوارتز او كورتز يعني بتشتغل بالبطارية بالحجر يعني. تمام. الساعة دي او مش تمام يعني، كنت بشوفها كده من بعيد، فهي مقاس 41، مش كبيرة ولا صغيرة، هي مقاس وسط. بس حلاوة الساعة دي ان هي غطس، ان هي فيها بيزل متحرك شكله جميل قوي. كرونوجراف، طبعا الكرونوجراف عامل شكل حلو كده في الساعة. عقرب الثواني هو اللي تحت اللي شغال ده، اللي بيمشي بالبسيط ده، وده عقرب الدقايق بعد الستوب ووتش. يعني العقرب ده لما انت بتشغلوه كده، اللي هو العقرب ده اللي عمال يلف ده، بعد ما بيلف 60 ثانية ده بيجي دقيقة واحدة. احنا كده كده وهو شغال يعني هوريه لكم. وده سب سكند برضو، والله ما بحسش ان العداد ده ليه لازمة، العداد ده ليه لازمة. وفيها طبعا التاريخ عند رقم 4، وفيها التاكيمتر اهو، التاكيمتر ده، وبرضه هبقى اشرح لكم ايه التاكيمتر ده، ده لقياس السرعات والكلام ده. الساعة الاوستيك بتاعها عشان هي كمان خفيفة، عشان هي كمان صغيرة في الحجم، فالاوستيك بتاعها مش تقيل. الاوستيك بتاعها محمل لكن مش تقيل، مش زي الساعات اليابانية. لان الساعة دي لو على الياباني يعني، لو الساعة دي ماركة يابانية كنت هتلاقي الاوستيك بتاعها خفيف. الساعة دي فعلا حلوة يا جماعة. ساعة مقاس 41. الساعة دي نزل منها فيرجن جديد أو إصدار جديد بس على أكبر، متهيألي نزل على 43 أو 44. الساعة دي مقاس 41 أو 40. الساعة التانية نزل منها مقاس جديد 43 أو 44، برضه بي ار اس 200، بس بقى إيه يعني، على يعني إصدار جديد، في تحديثات كده في المكنة ويعني، بس يعني إيه، بس بصراحة شكلها حلو. الليفل بتاعها يا جماعه شكله حلو قوي. الليفل بتاعها ده انا بحبه، الكلاسب ده انا بحبه، ده ما بي ده ما بي ما بيخليش ما بيعملكش احتباس في الدم، ما بيوجعلكش ايدك، بتبقى الدنيا تمام قوي وانت لابس الساعه. الساعه دي فعلا فعلا حلوه ومريحه جدا في الايد يا جماعه. الساعه دي تناسب الساعات الحالات الكلاسيك، عشان دي بتبقى ساعه ينفع تلبس على البدله، بس ما ينفعش تلبسها على النص كوب عشان هي برضو مقاس مش كبير قوي. فعلا ساعة كويسة. اهي لو تلاحظوا اهي، دي اهي عدت، دي جابت دي اهي. لو انا جيت وقفت دي كده وعملت دي كده اهو، بصوا يلف كلهم. تمام. الساعة فعلا يا جماعة انا بحبها. ماركة تيسو يا جماعة من الماركات العظيمة اللي انا اشتريت منها يعتبر ساعات كتير اوي اوي. ف يعني يعني انصحكم باقتنائها. الساعة دي اعتقد تمنها 7000 جنيه، فممكن تجيبها من على النت من بره، بتبقى حوالي عامله 200 دولار ولا حاجه يعني، ب3.5 برضه هتبقى رقم كويس مش بعيد يعني. انا باغلبيه ساعات بجيبها من بره عشان بتبقى رخيصه شويه، مش غاليه يعني. بس كده يا جماعه. اي استفسار يا ريت تكتبوا لي في كومنت. اي حاجه عايزين تعرفوها عن الساعات ما فيش مشكله، ابعتوا لي، وان شاء الله وان شاء الله اعمل لكم فيديو عليها. ما تنسوش طبعا، انا اسمي محمد تحسين، محمد تحسين من قناه السرشاجي. ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة. شكرا جدا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.